اوعى تاخد الاسبرين من نفسك، ممكن يسبب لك مشكلة صحية خطيرة جدا، او ممكن يؤدي الى الوفاة. الاسبرين ممكن يعمل نزيف بالمخ او نزيف معوي في الامعاء والمعدة، او نزيف تحت الجلد، او نزيف في اي مكان في الجسم، وممكن يعمل قرحة بالمعدة. في فئات او مرضى ما بياخدوش اسبرين بتاتا، زي مرضى الكبد ومرضى سيولة الدم والأطفال أقل من 16 عام والأشخاص بعد 40 إلا بمعرفة الطبيب. المرضى اللي بيعانوا من ارتفاع في ضغط الدم أو قرحة في المعدة ما ياخدوش إسبرين. تعاطي الإسبرين بقى موضة الأيام دي، كل اللي يحصل له أي مشكلة صحية يقول لك اديله إسبرين. طبعا يعني الكلام ده في منتهى الخطورة، لأن الإسبرين مادة بتعمل سيولة في الدم، ويكون عنده مرض ممكن لو خد أسبرين يزود له سيولة الدم فيحصل له نزيف. فبرجاء محدش ياخد الإسبرين إلا تحت مشورة الطبيب. وسلمكم الله وعافاكم، شكرا لكم وإلى اللقاء.